يا صباح الخير يا صباح النور. دونك مرة أخرى جدد لقانا معكم يوميا كما عودناكم ملي بدينا رمضان، معكم الشيف مؤمن في الكوجينة بتاع الدار باش نحضروا مع بعضنا كما العادة العديد من الأطباق. دونك نتصور بالنسبة لنا سيرتو في رمضان ديما نبداو حايرين في التبارة، نحاولوا باش نلقاو العديد من الوصفات اللي هي تكون ما تكلفش، ما تطلبش برشا وقت، ما تطلبش برشا جهد، وفي عفيسة. دونك كيف بالنسبة للي حاير في دبارة معليه كان يتبعنا سيرتو في اللايف كيما كل نهار يتبعنا في اللايف باش يشوف معنا شنو عندنا منيو، شنو عندنا دبارة. دونك انتوما زادة كيف تنجموا تتفاعلوا معنا، تخليونا لي كومونتير نتاعكم، تقولوا لنا شنو باش تحضروا في الدبارة اليوم في رمضان. كيف تنجموا تسالونا على الريسيت، تنجموا نحكيو معنا، تصير فما انتراكسيون. للي يحب يتابع اللايف يلقاه على الفيسبوك شان شيف مؤمن بن يونس، شان يوتيوب كيف شيف مؤمن بن يونس، وحتى على انستغرام. دونك تنجموا زاد كيف تحضروا لي بلا اللي تحبوهم الكل، وتاجيونا ونعطيوكم راينا زاد كيف لي بلا اللي نتوما كنتوا حضرتوه. روسيت سهله، ما طلبش برشا وقت، ما طلبش برشا جهد، كونسيبت حلو برشا. لايف يوميا في الكونفينمون في رمضان من الدار، حاجه كول سبونتاني، نتفاعلوا مع بعضنا، نحاولوا نعملوا لي روسيت اللي نتوما تحبوهم، والدباره هاي كتكون سهله، ما تكلفش برشا وقت، ما تكلفش برشا جهد، وما تكلف الزيت. سيتو نعرفوا اللي ماتير بريمير غليت برشا. باهي بالنسبه للمنيو اليوم باش نعملوا حاجه كالعاده خفيفه. اخترنا لكم شوربه نتاع حوت، قولوا احنا كنوعيه نتاع شوربه، سلطه نتاع جرجير وبزريعة الكتان، تنشوفوا كيف باش نحضروها. عندنا كالعاده لي بروشيت نتاع الدجاج، كيف باش نزيدوهم الفرماج ونشوفوهم كيفاش يوليو فوندو على الاخر. عندنا مقرونه تاع 66 كيف، اوكي مشينا خدينا الخضره اليوم، خدينا حبق فريش كامل 66 كيف من المارشي نتاع المرسى، دونك ما عند عماد في المارشي نتاع المرسى. كيف بالنسبه للي زيبيس، خديت لي زيبيس نتاع بن جميع نلقاهم في زهره لا فيترين دو تيروار، كيف بحذا مارشي المرسى. دونك تحيه للجميع اللي تابعوا فيها الكل، وكيف في المرسى يعني هاكا قرابي للمارشي، نلقاو عشواء كبير برشا، سيرتو توا في رمضان. مع السلطه والبروشيت باش نعملوا مقرونه بالحبق والتومات سوريز تاع 66 كيف، والسويت هاكا توا قولوا لبعضكم من توا باش نعاودوا نحضروا تشيز كيك اللي حضرناه البارح، مي ما حناش نعملوه في فيرين، باش نعملوه في سيركل كبير برشا. دونك هاكا دبارة انتم عرفتوها، نجموا سيرتو كيف نحطوا ان كومونتير نحطوا فيه الدبارة اللي باش نحضروها، وانتم هاكا تبعونا كالعادة والعويد. باش نبداو بالحاجة الأولانية باش نحضروا شربة. هاو عندي صحاي نزمني تاع مامتي الله يرحمها، دونك فما كعبات صبارس تاع صفاقس يعملوا 66 كيف. هذايا بالنسبة للشربة، باه خليهم بحذانا. وتو نقول لكم كيفاش نحضروا الشربة تاع 66 كيف بنينة كيما المرايقة الصفاقسية، كيما المرقة الصفاقسية بالضبط. سيرتو اللي يعرفوا بالنسبة لنا يحضروا المرايقة الصفاقسية ولا الشربة بالحوت، ينجموا يعطيونا رايهم، يعطيونا كيفاش يحضروا بالطريقة نتاعهم. نعرفوا اللي فما العديد من الوصفات سيرتو بالنسبة للتحضير نتاع الشربة. دونك انتوما كيف تنجموا تقولوا لنا. عسلامة نيلة، بونجور نيلة، باش نقولوا لكم على المنيو مادام مازلت حرت بحذانا. دونك بالنسبة للمنيو عندنا شربة نتاع حوت، سيدي نفزة فاتن، بونجور. دونك الجماعة اللي خلطوا عليا توا باش نقول لكم شنو تحضروا المنيو، عندنا شربة نتاع حوت بشوية صبارس نتاع صفاقس يعمل 66 كيف هاكا في الصحن الزمني نتاع مماتي الله يرحمها. دونك هاو حاجة زمنية، عندنا سلطة نتاع جرجير بزريعة الكتان، عندنا بروشيت نتاع دجاج بالفرماج فوندونت، هلا بونجور، وعندنا مقرونة سباغيتي، دونك دو بريفيرونس نعملوها الدنتي بشوية حبق طومات سوريس. والديسير اللي كنا حضرناه من البارح حسيت برشا نزولا كيما نقولوا احنا نزول، مديحة هاي خلطة مديحة حمزة، بونجور مديحة، باش نحضروا توا تشيز كيك في سيركل كبير برشا، تشيز كيك بالفريز وشوكولاتة، تشيز كيك بالفريز وشوكولاتة. للي يسمع ينجم كيف يقول لصحابو اليوم باش نحضروا تشيز كيك يعمل 66 كيف بالسياسة باش نعطيو وقت تشيز كيك. دونك باش نحاولوا نزبو في المنيو الكل باش نجمو نعطيوكم الديسير، تراو كل شيء كيفاش نحضروه.
دونك نحطو كالعادة شوية زيت نجمة فيتامين اي بلس. حنا نزيد على الطريقة الزمنية شوية ثوم شوية كمون. هاي كان يقولونا كيفاش الجماعة اللي قاعدين يتفرجوا فينا ويتابعوا فينا تنجموا تبارتاجيو لايف على لي باج نتاعكم زاد كيف كيف باش تحصل منفعة للناس الكل. الجماعة اللي يتابعوا فينا يقولونا شنو هي التبارة نتاعهم كالعادة والعويد، ويقولونا كيفاش ريم بونجور، يقولونا كيفاش نحضروا مع بعضنا الشربة نتاع الحوت كل واحد والطريقة نتاعو. باهي دوك نتصور أول حاجة، أول حاجة سيرتو اللي برشا يعرفوها اللي هي جرين فلفل، دونك بالنسبة لينا الجرين فلفل الأولاني باش يكون موجود في المرايقة السفاقسية اللي باش نعملو بها شربة، يعني منها هي مرقة ومن بعد نصفيوها ونعملو بها شربة، جوست نرشو فيها الشربة. بالنسبة للشربة هاكا اخترنا لكم لسان عصفور الوردة. ما عليكم بسيسة بسيسة باش تتابعونا وتعطيونا رأيكم. ناخذ كعيبة كعيبة نتاع طماطم، يعني تختلف العديد من الوصفات سورتو بالنسبة للشرب، من الهدف بلغتنا العامية يكون واضح. لكن علاش نقول واضح؟ بونجور سالم، بونجور بونجور سالم، عاش خويا سالم. عندنا شوية طماطم، عندنا شوية ثوم، هذه بالنسبة للمرايقة اللي باش تكون حاضرة، عندنا شوية سبارس تاع صفاقس، هاو هنا، دونك حاجة تعمل 66 كيلو، نجيبو شوية سلطة، شيف عبد الله بونجور، شيف عبد الله أحلى تحية لشيف عبد الله، يا شيف ليك وحشة. دونك ان شاء الله ضيوف هاد الكونفينمون وقت تربي ونتقابلوا جميع الكل، وبالحق تحيه للشيفين الكل اللي نعديو وقتنا الكل في الكوجينه، وقتنا الكل في التطيب. هبطوا شوفوا باش تابعوني شويه لايف، نقولكم تنجموا تخليوا لي كومونتير تقولوا لنا شنو رايكم كيفاش تحضروا الريسيت او باش نعملوا الريسيت نتاع شوربه. مي ديبار الاولاني باش يكون مرايقه اسفاكسيلي، دونك عندنا البصل، جرين فلفل مالح، طريف طماطم، نجيبو شوية طماطم معجونة. بونجور سندا، بونجور، دونك شوية طماطم معجونة، كيما حطت طماطم مشلوة هكا، حطت طماطم ترك اللي يقعد فيها هذيك بالنسبة، هيبة صبارس هاهوما حاضرين، مريم بونجور. دونك عباد صبارس حاضرين يعملوا سفاسي كيف وملحين زادا، يعني ماحناش باش نحطو ملح بعد. كيما قلت لكم تنجمو تعطيونا الطريقة نتاعكم، الطريقة لو غو على بو سافا بون جو بونس. بيان سور بالطبيعة هذيا شربة راهي زمنية، شربة بمرقة الحوت، دونك للي بالحق يحب ولد البحر عليه تبعنا تشوفوا الشربة كيفاش باش تحضر. ديجا بالتقلية كيف كيف نتاع جراين فلفل، جراين فلفل راهو نقليوه من بعد نحيوه خليوه عبار عندي فاس، هكا الجراين تاع الفلفل خليوه عبار. والله بالحق حاجة تشهي ريم. احنا في جربة نقليه الزيت والبصل، فلفل بطبيعة فلفل احمر وطماطم كالعادة وثوم وكمون، ونمرقوه بالماء سخون ونرميه الحوت كي يطيب نحيوه ونصفيوه. اي دونك هذايا بالنسبة لينا مريم بونجور، دونك بالنسبة لينا كيف كيف نفس الروسيت. تحية لأهالي جربة، نحبكم برشا برشا جربة، جربة الحبيبة. باه الروسيت راهي تختلف، مي سورتو بالنسبة للمرقة، احنا باش نعملو ديبار نتاع مرقة، من بعد باش ناخذو من المرقة هذيك عبارة عن فيمي دو بواسون. يعني بالنسبة للحوت حاجتنا بالمنفعة نتاعو، النكهة،
تحية للناس الكل اللي تابعوا فيا على اللايف، نقول لكم زاد كيف كيف راني نحبكم برشا، راكم انتم تشجعوا فيا باش اليوم يوميا نكون في فورما في نشاط باش نعمل اللايف. هذيك هيك الماركة شوية سبارس يامي لين روسيت، وكيف كيف نجم تقولوا لنا على الدبارة نتاعكم اليوم باش نلقوا. خالد بونجور، عايش خويا. دونك لافونتاج اي يا مريمي، اي بيان سور بالطبيعة هكا تو دونك كيما قلت لكم نجمو تلقاو في الباج تاع الفيسبوك شيف مون بن يونس، في الانستغرام كيف كيف شيف مون بن يونس، ولا تفرجوا على الرديف في الشان يوتيوب كيف كيف شيف مون بن يونس. نجمو تبارتاجيو برشا برشا باش تحصل المنفعة للناس الكل. ذكركم بالديسير، ديسير يعمل 66 كيف تشيز كيك، تشيز كيك روعة روعة روعة. دونك اخترنا البارح حضرني في بيرين، اليوم اش حضروا في زيت الكبير برشا باش يكفي للناس الكل. باه الشربة هيا حضرت، مثلا لي بروشيت رابيت ا تونس. صباح النور شيف نبيلة. باش نحضروا البروشيت نتاع كولي من توا، باش لافونتاج هاكا سيتو حتى في الكوجينة البلاك ويربوليكس اليوم او يوميا، وحنا تبارك الله نحضروا يوميا يوميا يوميا. جوست بالنسبة للنتواياج ما سحقش دي بروبي ولا حاجة، ان كود نتواياج خفيف فيسع فيسع تكون البلاك ديجا نضيف. به عندنا كالعاده لي بروشيت نتاع الدجاج مليحه، هاهم هنا حاضرين في لي بيك نتاعهم موجودين مفوحين. دونك سورتو بالنسبه لينا نعرفوا في الكازين الثانيه نتاع رمضان نبداو نشهيو. برافو اما من صفاقس مرقه صحيحه بيان سور ماجدة من صفاقس، المرقة هذيك راهي جات من صفاقس برا يسرك. تشيز كيك هرام بنتي نادية براهو بيه مديحة سوبر، انا بغيت تشيز كيك والله، انا بغيت تشيز كيك مديحة. اماني البارح عملت جو كي تخلق على مغالفة صغيرة من فيرين سي بور سا، وبرشا طلبوا قالوا لنا حاضر لنا تشيز كيك سي بور سا. قلت اليوم باش ندلل لي فان الجماعة اللي تابعوا فيا كل على اللايف باش نحضروا مع بعضنا ان تشيز كيك بالفريز. مشينا ريسيت يو شيف بيان سور مريم تنحضروك نعطيوك ريسيت تاع يو. توا نتلهاو بالبروشيت هاكا فيسا فيسا باش نخليو ازيد وقت للتشيز كيك كالعادة. العويد باش نعملو الميلونج نتاع الزيت نجمة يو فيتامين اي، نزيدو المارغرين. والله بالحق وسيرتو كان تراو العشاء، الحقيقة كان تراو العشاء نتاع البارح، على خاطر عرفت نقولو احنا خليت بلاصة العشاء كل مو كونفينمون واحد ما فكرش وما لقاش فضوى. باهي شايف توا خلطت شنو فما عايدة للناس اللي خلطوا معانا توا، قاعدين باش نحطوا الميلونج نتاع الزيت مع شوية مارغرين قولينا وزيت نجمة كالعادة. بالنسبه لي بروشيت زاد كيف كيف باش نحاولوا نتبنوهم باش نعطيهم حاجه بنينه 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 برشا، اللي هي صوص باربيكيو باش تعطينا لي فيم تاع الباربيكيو لي فيم تاع الفيماج كل واحنا. دونك كيما تراو تنهض اوكي نجم براوني كيما تراو نخلص شويه على الغاز. قلت لكم راهو كاينكم الرتار عليكم بالبلاك تاع ويربول فيسا 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 تبارك الله، كون الريسيت حاضره فيسا فيسا. باه دونك باش ناخذو لي بروشيت، اسمعوا الصوت الصوت العالمي هذاك نتاع الكوجينا. بونجور يا مينا، دونك للي خلف علينا للي خلطوا علينا باش نقول لكم شنو هي الدبارة نتاعكم.
نتاعك اللي تو نتاعك قولوا لنا على الدبار نتاعك وحاولوا قولوا لنا شنو باش تحضروا اليوم في نهار خويا يعمل 60 كيف لي بروشيت ديش فواحده مريم بالنسبه لمريم البروشيت فواحتهم شويه صوص باربيكيو بونا دونك لافونتاج نتاع صوص باربيكيو بونا هي تعطيك لوغو نتاع الفيماج لوغو نتاع ستيل باربيكيو دونك هذوما بالنسبه للبروشيت وعندنا سلطه تعمل 66 كيف مي سلطه هيلثي سلطه بنينه وخفيفه زاد كيف كيف يعني احنا لافونتاج والكونسيبت نتاعنا ان نحضروا حاجات كيسا كيسا ما يطلبوش برشا وقت ما يطلبوش برشا جهد ما يكلفوش برشا برشا وبنين دونك تنجموا كيف كيف بارتاجيو لي بلان تاعكم اللي نتوما حضرتوهم تاكيو كلك سوا على فيسبوك شيف مومن يونس ولا حتى على انستغرام كيف كيف شيف مومن يونس ونشوفوا مع بعضنا لي بلان وهاكا يكون فما انتراكسيون مع بعضنا رياض حمريتي رياض خويا بونجور ميرسي بوكو تحيه زاده ليك ويا حسر على كلايمات في الشوكينغ هاكا هو تيقول لكم شنو حضرنا في الشوكينغ عملنا حاجه تعمل 66 كيف حاجه بينا تقع سوفينير سوفينير حلوين برشا سيرتو في تاع كونفينمون برشا حاجات ما خلطناش باش نعملوها باهي دونك بالنسبه للبروشيت هاكم نعمل 66 كيف تمر لي حاضر باش فيهم الصلصه من فوق الكوب ديال البروشيتا هما مريم سيدي شربت الحوت نعرفها كان بتشيش مش بلسان العصفور احنا في الشابة هكا نعملوها باه سي بوسيبل انو فيغ في ميزون او بيان ماكلو بيان سور تدلوا انتوما تدلوا دونك انا موجود هنا فضل ربي باش نحضروا اللي تلاه اللي انتوما تحبوهم زاد في كيف وذاك علاش قلت اليوم عاودت تشيز كيك على خاطر برشا كلموني وقالوا لي بالله امان راك تشيز كيك زرت شويه فيه في الريسيت دونك سي بوسيبل تعاود لنا تشيز كيك دونك هذوما لي بروشيت بالنسبه لي بروشيت راه باش نزيدوهم حاجه اخرى من بعد نزيدوهم فروماج فروماج لوندور نبيلة إذا عندي تسيرة سكالوب بني دونك هاو شو يعطيك صحة نبيلة نبيلة قالت لنا شو المنيو نتاعها أنا عندي تسيرة سكالوب بني شربة شعير سلاطة مشوية وسويبع فاطمة ريم يعطيك صحة زيادة عنا زدر بالكعابر سلاطة مشوية سلاطة تروس سكالوب على كريم شامبينيون فريكاسي في الفول اللهم صل على النبي دونك المنيو تعمل ستة كيف بس ما تريدي مزيد قالت علينا قالت لنا شنو هو المنيو باش نزيدو الفروماج بالنسبه كيف كيف للي يخافوا من البواله لهنا من الكونتاكت دونك استنسنا باش البواله تكون مقابلتنا في الكوجينه يعني ولا ريفليكس هذا ديما اول ريفليكس نمدو يدينا فوق البروشيت باش نزيدو الفروماج لوندور دونك سي سافون بيتش باش يبدا هاكا الجيج نتاع مليحه فوندون يعمل ستة كيف زيت كالعادة ولا عبيد نحاول نحيوة طبعا بعدين ننبح لنا بالنسبة للمنيو الجميع اللي خلطوا علينا توا فيسا فيسا باش نذكركم بالمنيو وشنو حضرنا عنا البروشيت نتاع مليحة عليك كيبو سميهم الصوص باربيكيو أشرف أشرف عايش خويا يا أشرف مع صوص باربيكيو باش نزيدوهم فرماج هذايا شغل أفار عندنا ماء يغلي نسميو فيه شو طيب ومقرونه تعمل 66 كيف الايطاليان الدنتي دونك تحيه للكلاين زاد كيف اللي فيهم يسكنوا في تونس واحنا اون بارتاج اوتون دو ريسيت اوتون دو بوان كومان سيت الكوجينا وش فما نوعين تشيز كيك اللي طيب الفور واللي ما طيبش وفما اللي تعمل فيه جيلاتيك الى اخره باهي كنادي انفصلت حاجه التوندونس كانت تقبل شلي روضه بونجور شربه نزيفه رشه معنا يمينا اليوم معنا شربة من شيء أي شربة من شيء خوت الكوشة سلطة خضراء مرمز وبري صحة وبشكة بس باش نجاوبكم على الأسئلة نتاعكم بالنسبة للتشيز كيك تشيز كيك فما زوز أنواع صحيح فما الكري فما الكوي يعني فما طايب فما ناي شو سؤال مترو تبعو مترو
عنا طايف وعنا نايف. مي لافونتاج سوتو توندونس اللي توا ولاو يكونسوم اوتون صح مو من نور حمزه. بونجور حمزه. دونك عندنا شربه ورده تاع ستاتيف حمزه تعرف. عندنا مكرونه سباجيتي نمرو اثنين تعمل ستاتيف من بعد شويه حبق ماتسوريز شويه زيت شويه ثوم به البروشيت. البروشيت من بعد ما حضروا نطفي عليهم هنا نزيدهم الفرماج حاول الزيت كل نحيوه. شوفوا الله نصلي على النبي الخير متاع الطبيعة. شوفوا كيفاش الطماطم هذايا الطماطم اليوم مشيت خديته من عند عماد المارشي تاع المرسى موجودة هذايا فريشكا فريشكا تاع مستلزمتي موجودة عنده شوا كبير برشا تاع غلة وخضر به شربة الدجاج نتعداو السلايطة فيسة 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 باش ناخذو شوية روكيت وحدايا لابابو هاكا يعجبني نظام في الكوجينة تيراميتي إلهام يعطيك الصحة باهي خويا يمشي نطيحها مؤمن باهي فواز كالعادة بونجور يا فواز عايش خويا غالي باهي دينا شوية جرجير كيف كيف نجم نعطيكم الروسيت باهية باش نطفو الجرجير راهو الجرجير نجم نحطو في الماء وزيدو شوية سكر باش نحي شوية المرارة نتاعو نخلطو مليح 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 في الماء ومن بعد هاكا واحد يعمل التري وفما زوزة مليعة نعرفو الجرجير راهو أنتي أوكسيدون ما شاء الله متغش عليك لازم حمزة طيب سبيكا يا حمزة بيان سور بالطبيعة راهو حاضرو نطيبو انتي تعرف نطيبو سبيكا نطيبو بالوردة وبديالي اللي هما نفس الشركة بروشيت كيفاش عملتهم يا شيف كروم باه كروم بالنسبة للبروشيت دونك عندنا بروشيت حاضرين نتاع مليحة حطينا شوية زيت وشوية مارغرين خلطناهم مع بعضهم من بعد خدينا لي بروشيت زدناهم شوية صوص بونا صوص باربيكيو هاي هذا صوص باربيكيو خلطناهم مليح مليح نخلص كيفا كدير الروكيت اللي فرزناها ومن بعد حطيناهم يتماركيو وفي الاخر باش نزيدو ماهر 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 خويا بونجور يا ماهر ليك وحشه ماهر غراب صافي صافي لونتون صافي ان باي يا ماهر الحق سيرتو في الكونفينمون راهو خلات لنا ما عادش نجمو نشوفو برشا الحبيب والاصحاب ما عادش نجمو نقابلوهم دونك من بعد ما نعملو تريم تاع الروكيت هاكا سلاطه نتاع جرجير نعرفو سيرتو المنفعه نتاعها الجرجير وانتوما زاده كيف كيف تنجموا تقولوا لنا سلام حسني زروي شنو هو المنيو باه الجميع اللي خلطوا علينا نزيدو نذكركم شنو حضرنا في المنيو دونك عندنا شوربه نتاع حوت عملنا ديبار تو جيت شنو دبار ترابلسي باه عملنا المرايقه سفيقسيه مرقه نتاع حوت دونك تختلف طريقه الاعداد نتاع المرقه مي هذيك باش تكون ديبار ديبار اللي باش نحضروا به الشرب دونك الشوربه اخترنا لسان عصفور فما شكون يحضر بدرخان بونجور امنا بونجور بونجور امنا شنو عندنا امنا عندنا سباجيتي تبعنا الدنتي تعمل ستاسين كيف نورمالمون تعجبك الروسيت باش نزيدوها شويه بازيليك نعمل ستاسين كيف والله الحمد لله يا ماهر علي نعطي فيك في الروسيت وعندنا زاده عملنا مع المرقه باش نعمل شوربه لسان عصفور دونك وعندنا تشيز كيك يا جماعه ما تقولوش ما قلتش كيما البارح هاكا عندنا تشيز كيك اللي من بعد تبعنا باش نعملو تشيز كيك بلين بلين امنا هاكا البايك نتاع تشيز كيك مازال موجود راه ما تقولش نسيتك دونك الناس الكل زاد كيفيف اللي يتبعوا فينا وكانوا نجموا يكونوا موجودين لهنا راهو ما شاء الله اجاو تفضلوا مرحبا الماكله راهو موجوده للي يحب شايف نجم نهضر صوص وحدي للبروشيت وكيفاش من فضلك بالنسبه كيما قلت لك كروما راهي الصوص هذه صوص بونا صوص باربيكيو دونك ما نجموش نحضروا صوص باربيكيو حدنا في الدار جو كل في تشيز كيك بيان سور جو كل كان في تشيز كيك اما بالحق تشيز كيك يعمل صوص كيف لازمكم تتابعوه حضرت المستعف فرماج حضرت البسكوي تعمل سيركل كبير برشا الفريز خذيت الخضره والغله
اليوم فما دليل هاوك الناس الكل اللي فلتوا بيه اتش اس كيك ما عليهم كان توا يتبعوا بالسياسه بالسياسه ياخذوا ورقه وستيلو واهنا ما نخبيو عليهم حتى شيء نعطيهم الدباره اللي هي ان شاء الله تعجبهم به. دونك من بعد ما حضرنا الروكيت باش ناخذوا نتام طومات صغار طومات سويز يمين من بريك. السلام عليكم يوم دبرت شكرا تاع شهير سلاطة تاع عجل كباما وسوفلي بالقوطة ونشو وطماطم فريشكا اللهم صلي على النبي حاجة تعمل 66 كيف. دونك ريتو لانتراكسيون سيرتو تفاعل من بعضنا في اللايف ان نجمو نعطيو لي ريسيت هاكا فما ايشانج تنجمو كيف كيف تحضروا لي ريسيت وتاجيوني نعطيكم رأي في شنو في لي ريسيت انتم حضرتوهم نشوفوا شنو فما جو سيرتو ديما جو. عندنا زريعة الكتان دونك زريعة الكتان فيها الأوميغا 6 والأوميغا 3 باش نزيدوها مع سلايتا شوف شنو نحط لكم التليفون باش تبعوني بسياسة بسياسة خليها وحدايا باش ناخدو مات سويس كيف نجمو نزيدو حتى شوية فاكهة يعني كل قدير وقدرو مي احنا نحاولو هاكا نعطيكم بلوس سورتو في الكوجينه يا مينا ما شاء الله عليك كومون تو جير تا كوزين سي ان ار اي تكنيك به. والله قبل كل شيء قلت لكم البارح ونورمالمون يلزمكم تعرفوا اللي تحيه قبل كل شيء لسيدي دريف. انا ولد سيدي دريف قريت في سيدي دريف ونقري في سيدي دريف تو نقري كوجينه ونحب المهنه هذيا نحب كوجينه وفيير دو ليتر ان شيف دو كوزين سا دون باغ. وقلت لكم على السر باش تطيبوا مليح 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 طلع التليفون قلت لكم على السر باش تطيبوا مليح مليح اللي هو الحب الحب الحب. دونك بالنسبه لكباما هذيك ماركه نتاع حوت يمينا السر علاش نقول لكم السر هو الحب صحيح خاطر بلاش حب ما تنجمش تطيب مليح ما تنجمش تدخل الكوجينه وانت مغش ما تنجمش تدخل الكوجينه وانت ستريسي. يعني اذا تحب حاجه تعملها اول حاجه نقولوها سيرتو في الكوجينه ديما نقول لهم بونجور هول نقول لهم حاولوا طيبوا اعتبروا الماكله اللي باش تطيبوها باش تطيبوها لبوكم وامكم لعائلتكم هذاك الحب. احنا ناخذ شويه من القلب نتاعنا قصوه نحطوه فوقه به الماكله هذاك السر من الاسرار في الكوجينه. دونك كيما قلت لكم والله العظيم راهي كلمة كوجينا راهي حاجة كبيرة 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 برشا حاجة نوبل. باش ناخذ شوية جامبون تاع دجاج كيف كيف مليحة باش نزيدوه السلايطة ناخذ شوية فروماج فروماج لونغور يعني انتوما كيف كيف تنجموا في ال... وي يفو توجور فير دي بلا افيك امور باه اون في بار امور اي افيك امور سورتو للكوجينه وكي نطيبو سي ان بليزير سي توجور ان بليزير ان احنا نطيبو تحسنا عاملين جو اوكي يعني حتى هاكا في الايام الاولانيه نتفكر يا حسره كي كنا نقراو اول حاجه اللي نتعلموه في القرايه طول المصروف نتاعنا كل شيء كنا نمشيو ناخذوا ماتير بريمير ونطيبو انا كي نبدا نتغشى قولوا لي الماكله تجي منين لا والله لا والله 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 بالحق ما تنجمش الماكله تجي منين وكي تبدا نتغشى يعني سيريوزمون افيك الحاجه اللي نقول فيها يعني نعرف يقول لك راهو على قد ما تبدا دي مغشش انا نعطيك حاجه ديتاي صغير صغير على الاخر باه تدخل وانت مغشش الكوجينه اقلهن لطف عليكم تضربوا صوابعكم يعني سي تتبلوك كل انسان دخل مغشش معروفه هذه يعني كل انسان دخل مغشش ماذا بيه ما يدخلش يطيب به. باش نقصوا نكملوا سلايطة نتاعنا باش نقصوا مربعات تاع جامبون مليحه على قد ما انتم طيبوا انتم عاملين جو على قد ما فما يعني سورتو النساء الكبار وفي العائله والبنات الاخوات الكبار اللي طيبوا تحسهم كي طيبوا يقول لك جو بيان كما قلت لكم يعني يلزمكم تؤمنوا بالحاجه اللي تعملوها وانا الحمد لله اسمي مؤمن صحيح انا دائما بالحاجه اللي نعملها
نامن ان الكوجينا راهي غرام، كوجينا راهي حب، كوجينا راهي حاجه كبيره 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 برشا. قد ما باش نجم نحكي لكم عن كوجينا، حتى نزيد باش نعطيكم حاجه باش تفهموها. سميح بونجور، حتى حكاياتنا كي نقعدوا، هاو ديتاي صغير باش تعرفوا اللي الكوجينا غرام. كي نقعدوا مع اصحابنا مع حبايبنا، نقعدوا نحكيوا كاين كوجينا. اللي برشا عباد يقعدوا في القهوه يقول لي اخي ما عندك باش تحكي كاين على الكوجينا. اي نحكيوا على الكوجينا. الكوجينا راهي سي ان ار كولينير. دونك نصوركم تتفاعلوا معايا وتقولوا لي شنو رايكم في الكوجينا، وكيفاش اول مره بديتوا طيبوا في الكوجينا. دونك نصور اللي فما برشا جيل وبرشا نساء يطيبوا وبرشا اسكندر بونجور. دونك برشا عباد بدات تدخلوا من الكوجينا عن غرام، فما شكون بدات تدخلوا الكوجينا في قلب غلطه من بعد ولا يحبها، وفما شكون دخل الكوجينا من بعد يقول لك الكوجينا ماهيش نتاعي. راه كي نقول كوجينا نقول كوجينا باتسيري وكل شيء بونجور، كلام كله صحيح. برشا حب الماكله ما تجيش بينا، يرحم فمك وربي يوفقك. هايفا بونجور او ميرسي. كيفاش كان تشاركوا تقولوا لنا شنو كيفاش بدات قصتكم مع الكوجينا، كيفاش اول مره دخلتوا للكوجينا، شنو راي، شنو اول بلا عملتوه في حياتكم، شنو اول بلا رتي. هي نورمال نسيت اول بلا رتي، وشنو اول بلا بنين. راهو الكل يقعد سوفينير ما يقعد سوفينير به. هذايا شنو اللي نحب نقول لكم. وانا قاعد نحكي على السلاطه حسيتوني فعلت برشا على الحب الكوجينا، خاطر نعرفش نفتخر حتى بالبلوزه البيضه اللي لابسها، نحس روحي فرحان، نحس روحي اون سيكوريتي وانا لابس البلوزه البيضه. كيما الطبيب هو في الكوجينا يقول لك المعده اصل الدين، يعني احنا زادا كل واحد طبيب في دومين. تحيه للشيفان الكل، تحيه للناس الكل اللي تخدم صنعه بيديها. بعد ما قصينا الجامبون باش نقصوا، قصينا جبن بلوتو زاد كيف اوكي كيما تراو، باش نزيدو شويه سريعه الكتان. شوف سيرتو الكولوراسيون راهي اللي تكون موجوده في الصحن، كوجينا حب وغرام وفاح. هذه هي السلايد، باش ندرسيوها تنوريكم كيفاش ندرسيوها. بالحق كوجينا راهي حب، انا غرامي في الجاتو باتيسري بنواحة غادي جوي نبداش ميتة بتعب نجيكم مدير بس قاعدة في حاجة كيف كبير به. كما قلت لكم يعني الغرام راهو المغروم يبدا ظاهر. يقول لك يا عندك زادة في دياتك مش طيب، ساعات الزخوة ما يطيبوش كيف هذه صدر باش خليها عبار. هذا البروشيت نتاع البولي بعدها ونجيكم. ونجيب بوالا باش نحضر المقرونة اللي قلت لكم عليها. دونك مقرونة سهلة مهلة ما طلبش برشا وقت وبنينة وفيها روح. راهو بربي تار سيترون يا شيف، كما قلت لكم راهو على قد ما تبدا الماكله بنينه على قد ما نتوما تبداو عاملين جو. باهي نجيبو بوالا نطيبو في هذي، ولا نطيبو في هذي شنو المشكل، نهضرو في هذي. قولولنا زادا شنيا الغبارة نتاعكم، شنيا الحاجة اللي نتوما باش تحضروها. هنا هذي كل نحاول نحي الزيت، نحي الروكيت، نحي طماطم. انا شايف شنو طيبت اليوم، انا توا جيت به شنو طيبنا عنا اليوم. شربه بالحوت ديبار الاولاني كان مريقه صفيقسيه. حضروا كسكيت، حضروا ميزون بلاسنا للمكرونه، وعيني على المكرونه سيرتو العزاب. تحيه للعزاب الناس الكل اللي تابعوا فيا واللي يطيبوا وحدهم. به ريم بخير لكم في المو نستدعاك هون طيب له كسكسي جربي. قولوا كسكسي يا كسكيس بنين برشا بالحوت ولا بالعلوش. الله الله مصلي على النبي، حاجه بنينه تعمل سيرزن كيف. ميرسي بوكو. دونك نتوريكم باليسار كيفاش
تك تك هاي الكلام سنتعلم روحنا هالمكرونة ريم أقول لكم في المو أعطيك الصحة يا ريم ميرسي بوكو 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 به مش طيب بس المكرونة ناخد شوية فركة هكا كيف حالنا فانس صدقوني كل ما نفكر كوجينا انه ندير نفكر الايامات يا حسرة كيفاش كنا يا حسرة كيفاش كنا نهبطوا بالتومين تاع كوجينا يا حسرة توا ولي توندونس موجودين انا نشيش بالحوت روز بونجور روز دونك تنجموا تقولوا لنا شنو الاخبار نتاعكم اللي تحضروها اليوم ما نحكي لكمش على المرايقة كيفاش تمشي تبارك الله 66 كيف باش نغطيها واحد ما يدوخش ديك المكرونة ونتغذيو للروسيت هيني على الروسيت هالو به ما يديها بلي بعض الجهة بيان أدوخ مكرونة ساسا سيتو بالطبيعة مديحة راهو العيشة مقرونة راهو تحب ولا تكره ما فهميش حتى كي كنا قبل وحدنا حتى في الدار كنا ياسر نحفر مقرونة يعني هذي حاجة معروفة باش نحطو شوية زيت نجمة هاكا ديو فيتامينية جديدة هذايا نجمة طمطومة طمطومة كبيرة ناخذ شوية طوماط سوريز نعمل مكرونة مشخشخة تعمل 66 كيف خفيفة نتفقدوها باهي شنو دبارة شايف أنا نزلت كي التحقت بكم باهي نادية نورمالمون بالنسبة لدبارة حضرنا شربة متاع حوت شربة بسبارس باهي باش نزيدها للمكرونة شوية بصل سورتو يعني كل واحد كيفاش مي انا بيرسونيلمون نحب لو مارياج تاع الخضرة شوية طماطم شوية بصل بس شوية نعطيكم الكاميرا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم به احمد بسلامة فما مني شوف سيدي تويدة بالخضرة ومرقة شبتية وسلطة حمص وكريب باني صحة وبشفاء والله نقول لكم حاجة زيادة نعمل جو مشيخ كي نسمع البلا زمنيين القدم هاي مديحة صحيح صحيح مديحة هذه شوية بصل شوية طماطم كل الانجريدون دو باز نتاعنا تاو شوية وباش هذا بريفيرونس يعني يزمها حية يزمها مخرونة عبيدي بلال بونجور بلال بلبل ثوم نزيدو طاطو مخرة وإلا شوية طماط سوريز وشوية طماط سوريز مش برشا قلتلكم راهو الغاز لكم تقراو حساباتكم ما كانش المرأة اللي حايرة وتحب تصرف فيسا فيسا عليها بالغاز نتاع ويربول بونجور رمضان مبروك هاي شوية بليل ليك وحشة دونك بلبل بليل زادا كيف كيف هاك تبع فينا في المكرونة نشكرو زادا كيف كيف الناس الكل اللي أمنوا في البث هذايا حازم بن عيسى راديو بون لو نور خالد عويش تيميسكوب الاسبونسور كيف اللي امنوا بينا باش اليوم نحضروا لكم دبارة تعمل 66 كيف من لوندور من هابيس من بونا من مليحة الوردة دياري نجمة ميزون الموند هابيس بونا ليزيبيست نتاع بن جميع والناس الكل كيف اللي مساهمين باش نحضروا مع بعض
شربه سبارس وما خرجنا شنو واخد به الشربه حضرنا احنا مالكه نتاع سبارس نعملوا بها شربه هذه حاجه بنيه وعندنا سلطه نتاع روكيتو جزير هكا هذيك وعندنا تشيز كيك بعد في ديسير سي خليل الشريف بونجور تهيا سي خليل الشريف اللي بالحق يحب شيفان تاع الكوجينه بونجور مروان دونك كيما قلت لكم نشكروا الناس الكل اللي ساهموا في الديفيسيون هذيا من ورده ديري الهندور المليحه ناتيلي فرح فيونت هنا شربه فريك مع سكالوب محشي بالفرماج وريك لكم شرق الجزائر احنا تحيه لاهل الجزائر وتحيه للمغرب العربي الكل دونك كيما تراو حطيت الطوميت نزيد كعب اخرى كمان الخير باش نزيد كعب اخرى الطنطومه فصعت ما سحقش برشا جهد وفيسع فيسع تكون مكرونه تعمل 66 كيف كيف نجم حضروها بالبيستو تنوريكم انا هي الرسالة نتاع البيستو عبد الرزاق بونجور بونجور رزوقه به شويه الحبق ريقه الحبق نكهو تنزيدو شويه من هنا زيد كيف انا موت على الحبق تشوف المكرونة صوص بيستو بليل وشتاتي شيف بليل وشتاتي أهلا 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 بيك ليك وحشة عندي كاس كبير برشا شيف بليل وشتاتي قديم أنا نطفي الكاس شوية باه نطوح شوية ملح شوية فلفل أكحل نأخذ المكرونة مكرونة سي بون الدنتي جو بارتاج اون اي لا بور سا باه سي بون باه أم هي جاز أسلم عيادي شيف شيف محسن أحلى تحية وديديكاس كبير كبير برشا للشيف اللي قراني واللي شيف اللي حببني في المهنة هذية وكل اللي ما علمني حرفا صرت له عبدا بالحق شيف محسن هو شيف محسن هو اللي علمنا الكوجينة وهو اللي أعطانا الزفيف هو اللي ديتاي كل وكان وصلنا لحاجة كما هكا تكون حاجة باهية برشا برشا شيف محسن يعطيك الصحة ربي بفضلك وميرسي ميرسي ميرسي بوكو اللي انت علمتنا كوجينا اللي حببتنا في كوجينا وخليتنا نعشقوها باه باش نزيدو المكرونه مش نحط المكرونه الكل نحط شويه بركه بديك نخليها من بعد وفي كل مره الحق نقعدوا ريكونيسون للشيفين اللي علمونا واللي حبونا في الكوجينه وما تصوروش في الوقت اللي الكومونتير تاع شيف عطاني شحنه اكثر و سيتيون فيغتي بالحق يعطيك الصحه يا شيف محسن ربي يفضلك وربي يبارك لك راك علمت شيفين الكل وعلمت التوانسه الكل وحببتنا الكوجينه باه دونك هذيا المكرونه حضرت تعمل 66 كيلو مونتا بن عبيد اهلا بالشيف الباهي عايش خويا حاولوا نطفوا زيت الكل نذكركم في المنيو عندنا حضرنا ماركه نتاع حوت الماركه نتاع حوت باش نعملوا بها شوربه سين سبور حاولوا نطفوا زيت هاي المكرونه ابني هنا تعمل 66 كيف وشويه طماطم حبق الله يرحم شيف سراج بالطبيعه الله يرحم شيف سراج راهو يا بليل الله يرحم شيف سراج خلى بلاصه
شيف سراج هو اللي قرر انا قرر شي فين الكل يعني حتى حد ما ينجم ينكر ويعطيهم صحة شي فين الكل اللي يعطيه معلومة ويفيدوا الناس هذيك حاجة الباهية. به ما نحكيكمش على الشعور سيرتو راهي قلت لكم الكوجينا راهي غرام ونرن نحبوا كوجينا وان في لا كوزينا فيرك امور اي باغ امور. مقرونه حضرت تو بعد ندرسيوها ريو يا مؤمن خليس هاي المقرونه ماك تعرفني مع المقرونه بيان سور خويا هاك وحدك المقرونه تو باش نحيوا الزيت هذا الكل باش نحضروا تشيز كيك. لا مقرونة مش سوتيه مقرونة راه جوست هي الدنتي حاطينها في وسط الصوص ليجيرمون فوالي بيخلي صحن مقرونة هالفواس بيان سور صحن مقرونة هاو بحذاكم مقرونة اللي يحب يجيك المقرونة ولا اللي يشتي مقرونة نجي نحضر له انا المقرونة فما حتى مشكل. باه نجيبوا لي زانجريديون اللي باش نسحقوهم لل تشيز كيك. عندنا العسل نتاع مروبة نتاع صاحبنا موفق زاد كيف كيف موفق عمل بروجي صغير تاع فلاحي وعامل عسل سبيسيال دونك وعنده زاد كيف كيف زيت زيتونة ترويس عبد الرزاق شيف انت زيدة علمتني ربي يخليك انت زيدة عايش خويا سيديون فيغتي عبد الرزاق راهو سي نوتر دوفوار بالنسبة لينا راك باش نعلمو ولا باش نعطيو نوتر سافوار للناس الكل هذوكم راه باش يكونوا لي زومباسادور نتاعنا هذوكم نهار اخر باش يجيبولنا الرحمة يقولك الله يرحم والديه فلان فلاني علمنا حاجة علمنا كوجين باه المرطة هذيك يزيها حاضرة باش نظفوا الزيت الكل باش نجمو احنا ان نحضروا التشيز كيك نوريكم كيفاش نحضروا التشيز كيك بنين يعمل سيت اب كيف دونك كيما قلت لكم نظفوا الزيت الكل هاو الفريز خضرة والغدا اليوم خديناها مع عند ايمات في المارشي نتاع المرسى دونك تحية لايمات تلقاو عنده خضرة وغلة تعمل 36 كيف كيف العفوة هذه ما نسحقوهاش نزيد الكل نحيوه من بحضانا جاء وقت الديسير جاء وقت الديسير وللي يحبوا ديسير ما اليوم كان يتبعونا فريز هذوكم بعضهم هكا على جنب هذايا مسحقوهاش توا نجيبو الموسطا فريماج من الفريجيدير هذايا الموسطا فريماج كيما قلت لكم نحيو الزيت الكل 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 عن الفريز البلونش نحيوها ما نسحقوهاش ايمون ايمون بمحمود اهلا بيك باترون ايمون زاد اقوى شيف تاع باتيسري اقوى شيف يعمل ديالو سيت بنين يعمل ستوستين كيف ايمون يا غالي ليك وحشة جيبوا بابي باش نطفوا لو بلان دو ترافاي دونك كيما قلت لكم الحاجه الباهيه اللي راهي الكوجينه غرام راهي الكوجينه حب راهي الكوجينه قصه كبيره 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 برشا ورا اون في سا افيك امور اي بار امور باه نجيب لكم لي زانغريديون اللي باش نسحقوهم دونك هذا الاولاني عندنا الكوبي عندنا سيركل يا جماعة الناس الكل توا باش نحضروا معنا تشيز كيك تشيز كيك يعمل 66 كيف ما عليكم كان تابعونا وتعطيونا رايكم باهي عندنا زادة كيف كيف هذايا شوكولاتة تختيني باش نحضروا بها يعني باش يكون تشيز كيك
نحيت عالمي عالمي. مديحة إن شاء الله يعجبك شيز كيك. إن شاء الله يعجبك شيز كيك وتعطينا رايك. نبدأ باللي تاكلوا لنية قبل كل شيء. هذين نخليه بحذينا. كما هوش فاسع. عنا البسكوي كنا حضرناه في الدار ولا تنجموا تاخذوا أي نوعين تاع بسكوي. كي تراو كان تراو كي زدتوا شوية شرطة فردين. نبدأ باللي تاكلوا لنية. شنو الديسير اليوم؟ أيمون ديسير اليوم شيز كيك أما فاسون. ميسيرش خويا باش هاكا ما يتسبح حتى حد وديما نقول لك اسمع راهو تشيز كيك ماشي هاكا و تشيز كيك ماشي هاكا راهو باش نحضرو تشيز كيك اما فاسون انا تاريختي هذيا هي اللي راها نتاع تشيز كيك ان شاء الله تعجبكم خاطر ما نجمش نغلب ايمون في الباتيسيري وفي الديسير ايمون تبارك الله عليه يحضر اقوى ديسير ويعطيك الصحه وربي يبارك لك في دايتك دونك مع البسكويت باش ناخذ مغرفه نتاع عسل دونك قلت لكم بالنسبه للعسل يعني كيف كيف راهو حتى في مستوى الفرماج راني حديت شويه عسل للأمانة وما تخبيش عليكم حتى شيء شنيها شوية مارغرين قلدينا دالي جواتنا يا شيف أهلا بيك دالي أخوي الغالي والله ليك وحشة ويا حسرة في مثل هذا اليوم في رمضان عم ناول يا حسرة على شقان البطر دونك بالحق راهو فما يمات تعداو يمات جو 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 به علينا الولدين يطلع بالسياسة بالسياسة عندنا المعجون بتاع الفرويتير موجود خذينا بسكويت دونك مع البسكويت خذينا شوية عسل باش نخدمو بيدينا هي 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 يا دالي يا حسرة في مثلي هذا اليوم خليني ساكت دونك باش نخدمو بيدينا باش نحضر باش نخلطو المارغرين مع البسكويت مع العسل مع قشور البندان باش تكون هذيا البازة بتاع التشيز كيك ايمون كيف كيف نجم ايمن بمحمود ينجم يعطينا الروسيت نتاع تشيز كيك وحده اخرى باع سا فاسون ميسيرش سا فاسون من هذايا الروسيت نتاعي اما فاسون تحيه للشيفان الكل وكان ما جاش كونفينمون توا رانا الشيفان الكل راه كل واحد في بلاصه من بلايص يحضر في شغل الفطر حتى انت خويا تبارك الله عليك خويا كرون شيف ميرسي بوكو عاش خويا الغالي ايمن لا ما بالحق حابيش نقول كان ما جاش كونفينمون راهو رانا شايفين توا كل واحد في بلاصه من بلايص راهو اللي في ريستورون واللي في اوتيل كل واحد في بلاصه من بلايص مي على غالب ميسالش كونفينمون انا نعمل في لايف من الدار باه دونك هذايا البازا كيما تراو هاكا البسكوي مع المارغرين وزدناه العسل وزدناه قشور تاع برقدير هذيك البازا تاع تشيز كيك باش نخليوها بحذا نغسلو يدينا معاكم وكما قلت لكم قاعدين نحضروا في تشيز كيك للناس اللي خلطوا علينا توا تشيز كيك اما فاسون يعمل 66 كيف ما عليكم كان تابعونا تعطيونا رايكم تعطيونا حتى الطريقه نتاعكم كيفاش تحضروا تشيز كيك فما الكرو فما الكوي مي احنا ديما نحبوا الكرو انا بيرسونيلمون يعني نحب الكرو ناس كان شاطروني في الراي باش ناخذو انا نعطيك جابانيز تشيز كيك بنا ونعز اي ميساج نجم تبارطاجيها تو في كومنتير شايف ايمن خلي المنفعه تحصل للناس الكل هاوكا باه دونك باش ناخذو البسكويت بسياسة بسياسة باش نحطوه في البارتي الكل بالطبيعة باش نخدمو بيدينا سيرتو في كونفينمون هاكا منلبسوش منسحقوش منلبسو ديكون خاطر نعرفو اللي هي في الدار يعني معناش حتى حاجة أخرى برشا اللي باش يقولك هاكا شبيك أعمل بسكوي شيف باه يا ريم تنعملكم بسكوي قلت ربي ريم بسكوي نوعدكم تنعملكم بسكوي هاكا البسكوي زادا سيرتو في الكازينة الثانية نتاع رمضان نجمش نبدل العسل بحاجه اخرى شيف والله يعني تبارك الله بعد العسل ومش حتى حاجه اخرى نجم تبدل حتى لو كان عندك سيرو انا بيرسونيلمون حبيت العسل على المنفعه نتاعو سيرتو اللي احنا يلزمنا ديما نقراو حساباتنا كي ناكلو حاجه باهيه حاجه تبدا فيها منفعه دونك هذاك لافونتاج اللي انا حبيته معاش بيرسونيلمون اسكو تشاتروني في الحكايه هذيا دونك كيما تراو
هذا نحضر في تشيز كيك. نذكركم المقادير، خدينا بسكوي، البسكوي زدناه شويه قشور تاع برفدين، مع قشور تاع برفدين زدناه مغرفتين تاع عسل، مع المغرفتين تاع عسل زدناه مارغرين جولدينا، خلطناهم كل بعضهم. وهذايا باش يكون عندنا بازا كيما تراو فيا، والتنزيل نهبط اكثر الكاميرا باه كنا هذا المسؤولين. باش ناخذ الزيت نبنو التشيز كيك، عندنا معجون الفرويتير برتقال وميدالينا، باش نحط شويه شويه لوغو سورتو اسيدولي في التشيز كيك. انا بيرسونيلمون يعجبني، ما عرفش كيف ينجموا يشاطروني الراي، ديما نقول نقولوا احنا نتاع لاسيد نتاع برقدان والمدنينه هذاك اللي هو يكون بنين برشا. حسيتكم مركزين وينكم وينكم؟ زبده دايبه ولا سيت نجم تحط في بلاصه العسل؟ اي احنا حطينا شويه مارغرين وفي بلاصه العسل تعمل سيروب دو بريفيرونس، مي يعني بعد العسل هيمون نورمالمون توفى الحكاية. هو يقول لك يعني بعد العسل كان كليت العسل ما عادش فما حتى شيء اخر. باهي حطينا كوش خفيفة نتاع الحمد لله رسول الله نتاع البرقدين. شنيا دبارة اليوم شاف انت انا توا خلطت فوزية ومروان شاف العسل منين شريته؟ باهي ايه باهي العسل مروان، ليه العسل هذاك مش من طاطيب العسل. تحية مروان يعطيك الصحة مروان، أنا عسل هذاك مش تاع تطيب، خدينا عسل أماروبيا من الوسلاتية من قروان مع عند موفق. دونك كيما قلتلكم عامل أن تي بروجي موفق يعمل في عسل. باش نتعداو لليتاب اللي من بعدها، ليتاب لامبورتونت، نتبعو فيك أنا نتبعو فيك نبيلة. به بالنسبة للدبارة حضرنا يعني شربة نتاع حوت، حضرنا بروشيت تاع دجاج، سلاطة نتاع جرجير، مقرونة، وتوا نحضرو في التشيز كيك. باش نتعداو للليتاب لامبورتونت البنينة العالمية اللي هي الشوكولاتة. الشوكولاتة شوكولاتة، دونك ناخد شوية شوكولاتة، شوكولاتة ارتيني، نجمو تخدمو بأي نوعية تاع شوكولاتة. باش نحطو كوش البريفيرونس هذا كيف كيف، نعملو كوش خفيفة البريفيرونس، كوش خفيفة. كوش متاع شوكولاتة. هذه البازة هاوكا. عطينا روسيت المخارق باللوز. كنا حضرنا روسيت متاع زليبيا متاع المخارق، وللي ما حضروش بروسيت زليبيا المخارق ينجموا كيف يشوفوا الرديف على الصفحة اللي موجودة متاع شين اليوتيوب. دونك من بعد ما حطينا الشوكولاتة سيتو توا عاد تشيز كيك بالشوكولاته يعمل 66 كيف. باه حطينا كوش، مش لازم نحطو يعني في البلايص الكل، باش نحافظو على النسبة نتاع تشيز كيك. باش نتعداو توا نحيو زيت بالطبيعة، نحيو من بعضو شوكولاته خير، ربي يوفقك ان شاء الله. ميرسي. هذوما نخليهم لهنا ونجيب توا الموس تاع الفروماج. بالنسبة للموس تاع الفروماج سهلة، وتوا نوريكم كلكم شنو هو اللي حضرت بالضبط. دونك خديت الفروماج اترتيني لوندور ناتور، زدت غوتا دو بوم تاع غوتا، وزدت كيف كيف الفروماج كارو. دونك عملت ميلونج نتاع باش يكون لو غو برونونسي اي لي كولور سو ميلونج لي غو دون تون تشيز كيك. ميرسي بوكو، ان شاء الله يعجبك مديحة. سورتو بالنسبة للتشيز كيك قلت لكم خديت الغوتا لوندور، هاي الغوتا لوندور، زدتها للفرماج التارتيني كيف كيف لوندور، وزدتها للفرماج كارو، خلطتهم الكل مع بعض. باه فما بليزيور روسيت بليزيور موديل كيما نعملو زاد كيف كيف بالنسبة للفريزي. باش نزيد نشيخكم اليوم باش تقولوا هاكم الشيف ما بخلش معانا في حتى حاجة. دونك باش ناخذ كعبة الفريز، شوف هاوكا لوغو كيفاش بيكون. والله
والله ضحكني دليل دليل اخويا دليل يا احمد امسى هاي يا حسن حسن قلت لك ايامات سيتو في رمضان والله والله سمعني به به برشا مرام مشيحي اهلا شيف شو نحطوا شويه في الريس تبع هكا قصة زمنية دي كيما القصة دي في الدار ديري ها شوف فريز باش يبدا نقو اسي برونونسي بنين يعمل 66 كيف غازي بن صالح مناور شيف ميرسي بوكو كيما قلت لكم هكا فريز مع شوكولاتة لوغو يكون برونونسي ويكون بنين على الاخر هيا وينكم عادة ما مش نلقى في حتى تشجيع كي الشيز كيك ولا مركزين سميها بالحق تحسها باش تجيب لينا يعطيك الصحة شيف قلت لكم راهو بالنسبة للكوجينة راهو يلزمكم غرام يلزمكم حب راهي حب الحب الحب مع الكوجينة هو اللي يعطيك يخليك تعمل روسات راهو هذية حتى في الكوجينات اللي خدمنا فيهم اللي نخدموا فيهم ديما نطيبوا بالحب باه حطينا الفريز وجماعة كلها هاكم مركزين مع الشيز كيك ونزيد لك أبوخر فريز نسيش احنا صرفنا صرفنا لازهر ميرسي كل اللي يحب هاكا تشيز كيك مركزين اي نعرف مركزين دونك اللي يحب تشيز كيك ينجم يجيب حدانا مرحبا والله العظيم صحة وبالشفاء مرحبا للي يحب يجي ذوق تشيز كيك للي قريب من المرسى يجي ياخذ مرسو تاع تشيز كيك حاضر سي تشيز كيك مركزين معاك مركزين يمين دونك نذكركم حاطين البسكوي اللي كنا حاطين له شويه عسل وشويه مارغرين وشويه خشور تاع البرقدين خلطناه مليح مليح من بعد عملنا كوش نتاع معجون فرويتير بالبرقدين وبالمدلينا كوش نتاع شوكولا ترتيني بعد الشوكولا ترتيني زدنا الفريز والله مركزين هاي قلت لكم اليوم من ملي بديت الروسيت وانا نقول لكم هاكا باش نحضروا تشيز كيك تشيز كيك تشيز كيك الناس الكل كيف كيف نتوما تنجموا تبارتاجيو الروسيت باش تحصل منفعة للناس الكل الروسيت نتاع المنيو نتاع اليوم حتى الروسيت نتاع تشيز كيك اللي احنا كنا حضرناها وبرشا هاكا يستفادوا ويعرفوا كيفاش يحضروا التشيز كيك على طريقة أخرى يعني هذايا تشيز كيك راهو الكريب باش تغسل يديا نتعداو للي تاف المهمة اللي هي الموس دونك الموس كيف كيف ما كنتش ما خبيتش عليكم حتى شيء الموس راني حضرتها ابار اللوندور الفروماج ترتيني وزدتو الجوتا وزدتو الفروماج كارو كيف كيف زدتو مغرفة نتاع عسل دونك كيما تراو لهنا هاي هكا هكا بنينة صوبو بسياسة بسياسة سباتيو الزغرونة كيف نصوركم باش حضروها غدا الديسير هذايا نتاع تشيز كيك مي نتوما زادا كيف نجمو نبيلة قالت لي برافو يعطيكم الصحة زادا اللي نتوما قاعدين تبعوا فيا نتوما زادا كيف نجمو تقولولنا شنو حضرتو الديسير صار المنيو اليوم سيرتو نعرف اللي تاع الساعة مسكتين كيف كملها في الدماغ مسيرش نحط نقطة العسل نجي سيف كيك عرفت من بعد سورتو في الكوجينة جني با جامي اوزي فيغ باسكو ديما راها حاجة صعيبة لا والله هي مش حاجة صعيبة راها فما دي روسيت أمني فما دي روسيت عمرنا ما جربناهم ونجربوهم علاش نجربوهم على خاطر يلزمك تفهم البرانسيب نتاعها على قد ما تفهم البرانسيب نتاع الروسيت على قد ما تجيب الروسيت يعني ماهيش حاجة صعيبة كوجينة راهي سيرتو في الباتيسري راهي 1 بلس 1 ايتيكال 2 ماهيش حاجة صعيبة برشا نوريكم كيفاش عندنا كوتو كبير لحظة بركة راني جايكم كوتو اللي تقولوا له كوتو دي شيف به كون بيان دو طون فريغو مديحة دو بريفيرونس ساعة يا لطيف توا خلط لا ما فلت حدا شيء تنجم تشوف الازهر بونجور نجم نشوف راهو الرديف موجود رديف على شان يوتيوب شان شيف مون مليون توا باش ناخذ البوان تاع الكوتو باهي تبوها بالسياسة بالسياسة
به هذه اللي كانت المبنية اللي عملناها، وما زلنا باش نزيدو موس كيفاش تقعد شادة روحها. بالنسبة للموس انا قلت لك تحط جوتا مزيدة فرماجة ترتيني. به باش نبداو تزيين باش نحط كعبة الفريز هكا. باش يكونوا هاكا ماهيش فريزيه ماهي تشيز كيك، باش نتوما هاكا تبعونا تعطيونا رايكم في ديسير في دبارة اليوم، قولونا شنو رايكم. ان شاء الله يعجبكم تشيز كيك بالفريز. من قبل كل شيء هكا قولولي شنو باش نكتب عليه بالصوص، عندي صوص تاع توبينغ لافرويتير، قولولي شنو باش نكتب عليه بالصوص. وراهو تنجمو تحاولوا تحضروها بأي طريقة تحبوها انتوم، يعني ماهيش حاجة ماهيش اوبليغاتوار بالنسبة لي نحن، مش منتلقاش انغريديون انكم تاخفوا على الكوجينة. وان شاء الله الناس الكل شاف نجمو نعملو لاساج فريز، بيان سور لازم نجمو نعملوه ريم بسكوي نعملو شنو شاف انصحني. يعني انا والله بالنسبه للبسكوي اللي حضرته في الدار، تنجم تشري بسكوي سايده اللي تربينا بيه، يعني سورتو بسكوي سايده ولا نامبورت كيل اوتر مارك تشريها للتشيز كيك. به هكا نورمالمون انتو حاجه في الوسط، ان شاء الله تكون عجبتكم. روعه يعطيك الف صحه، يعطيكم انتم الصحه اللي قاعدين تتبعوا فيا. وراهو سي غراس ابو راني نحاول باش نعطي البلوس. باه نتعدي الصوص، مازلنا باش نكمل الشوكولاته، باش نعملوا كيلكو غوت. دوب لي شويه 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 شويه. كيف تنجموا انتم تحضروها بالطريقة اللي تراوها انتوما صالحة، المفيد الفايدة تحصل. دونك عنا الكولي متاع ميور لافرويتير، باش نزيدو بنفس العملية ماء الكولي باش نخليوها البر. دونك ريتو كيفاش انتوما تنجمو تحضرو تشيز كيك هوم ميد هاند ميد بنيه طريقة اللي تحبوها انتم. وللي ما فهمش الروسيات ينجم يسألني وينجم يقول لنا شنو نجمو ان نعاونوه. ان شاء الله تكون عجبتكم بالنسبه للروسيات نتاع تشيز كيك. نعملش جيلاتين في الموس، ما تسحق الجيلاتين في الموس، راهو تنجم تحط بودره نتاع شانتيي، خاطر ديجا بودره نتاع شانتيي فيها جيلاتين. انا بيرسونيلمون راني ما عملتش جيلاتين جمله، بعد جوست يسفي ناحية سيركل من بعد ما تكنجل وهكا تكون حاضرة. باش نزيد نشوف شوية نعناع للتزيين، لحظة برك نجيب لكم شوية نعناع وانا جاي. بالنسبة للبسكوي بسكوي سابلي كو فوز افي تويزي، بسكوي راهو حضرته في الدار وحيتو كيما قلت لكم، زدتو شوية عسل، زدتو شوية قشور تاع برقدين وشوية مارغرين جولدينا، خلطتو الكل عملتو هو الباس. ومن بعد بالنسبة للموس خديت الفروماج فريدو لوندور، زدتو الجوتا مع الجوتا، زدتوا الفرماج كارو، خلطهم الكل سي بيلا سميح. ان شاء الله تكون عجبتكم، باش نجيب لكم شويه وراق نتاع نعناع ونجي هاني جايكم. لحظه برك جبت لكم النعناع، راني جيت هاو عندنا نعناع شويه نعناع يا مستر ستينكيف نغسلو النعناع. وسيرتو باش نعطيكم استوس باش النعناع يخرج الريحه نتاعو، نعطيكم استوس باهيه بلكدي باه شايفو دينا قبل كل شيء باش تعرفوا الاستوس باش النعناع يخرج الريحه نتاعو. تاخذوا تحطوا النعناع هذا في كفه تبعك. دونك حتى لي كوكتيل كيف لي كوكتيليست الكل يبارطاج لو ميم افي ويعملوا تكنيك هذيك سورتو في لي كوكتيل. باه باش نزيدو شويه هنا
كلكو فوي تاع هنايا، وهكا تكون تشيز كيك بالنكهة التونسية، ورانا فيير دو ليتر توانسة، وربي يحفظ تونس وربي يحمي الناس الكل. نذكركم تحية للناس الكل اللي تابعوني واللي تابعوا فيا يوميا على اللايف الماضي ساعتين على شان على الفيسبوك شاف مؤمن يونس، على انستغرام زاد كيف كيف. هيا ناس الخول كيك يخرج اي شيء يمينه فما حتى مشكل، والله صحة وشفاء. تحية للسبونسر الكل اللي امنوا باش نجموا نحضروا اللايف يعمل ستوستين كيف، حازم بن عيسى، حازم بن عيسى راديو بون لونور، خالد عويش تونيسكوب. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة وربي يفضلكم، وراني حبكم برشا. ميرسي بوكو، شهية طيبة.